لماذا ذكر ربنا عز وجل ما أريد منهم من رزق؟ أي لكي لا يهتم المسلم برزقه اهتمامه بعبادة ربه، أي يجب عليه أن يهتم بما من أجله خلق وليس أن يهتم بالرزق، لأن الرزق قد تكفله الله عز وجل لعباده وقدره منذ أن كان جنينا في بطن أمه، كما تعلمون من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تبارك وتعالى يرسل ملكا إلى الجنين وهو في بطن أمه فينفخ فيه الروح بعد أن جاوز الأربعة أشهر، ويسأل ربه عن عمره، عن رزقه، عن أجله، عن سعادته أو شقاوته. كل هذا قد سجل، فالله عز وجل قد قدر الرزق منذ القديم، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يهتم برزقه بقدر، وأرجو الانتباه لا أقول أن لا يهتم بالسعي وراء رزقه، لا، وإنما أعني وأصرح فأقول لا ينبغي أن يهتم المسلم برزقه بتحصيل رزقه بقدر ما يهتم بعبادة ربه تبارك وتعالى، لأن الرزق مقطوع مضمون. وإن كان هذا الكلام لا نعني به أن لا يسعى المسلم وراء رزقه، لكن إنما نعني أن لا يجعل الغاية من حياته هو أن يسعى وراء رزقه، لأن الغاية كما علمتم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له. الرزق، السعي وراء تحصيل الرزق بالوسائل المشروعة وبالقدر المشروع الذي لا يجعله غايته من حياته كما ألمحت إلى ذلك آنفا، هذا السعي وراء الرزق يعتبره الشارع الحكيم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا يوما وحوله أصحابه، حينما مر رجل شاب جلد قوي عليه آثار النشاط والشباب، فقال أحد الحاضرين لو كان هذا في سبيل الله. قال عليه السلام إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أهله وأولاده الصغار فهو في سبيل الله. إذن السعي وراء الرزق هو من الأمور المرغوب فيها والتي حض الشارع الحكيم عليها، ولكن على اعتبار أنها وسيلة وليست غاية المسلم في هذه الحياة، إنما غايته أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وجوب محافظة المسلم على نشاطه وقوته في بدنه، حينما بلغه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبالغ في طاعة الله تبارك وتعالى، حيث كان يصلي الليل كله ويصوم الدهر كله،
ولا يأتي نساءه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال عليه السلام: إن لجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك أي من يزورك حقا. زاد في حديث آخر أو في قصة أخرى: فأعطي كل ذي حق حقه. طلب هذا الزاهد العابد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم أكثر مما رخص له في أول الأمر، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيده في أيام يصومها أكثر مما رخص له في أول الأمر، إلى أن قال له في نهاية المطاف: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام. وكان لا يفر، هنا الشاهد، وكان لا يفر إذا لاقى أي عدوه. لماذا قال عليه الصلاة والسلام وهو صوم داود؟ لأنه جاء في حديث في صحيح البخاري: كان داود عليه السلام أعبد البشر. أعبد البشر هو داود نبي الله، وهو والد سليمان. كان أعبد البشر، ومع ذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما. ما هي الحكمة من هذا الصيام؟ قال: وكان لا يفر إذا لاقى، أي كان يجمع بين أن يعطي لنفسه حقها من عبادة ربها من جهة، وكان يعطي لجسده قوته من جهة أخرى، ليتمكن بهذه القوة من مقاتلة أعداء الله عز وجل. ولذلك جاء في القرآن الكريم قوله: قتل داود جالوت. لو كان داود عليه السلام يصوم الدهر كله لما استطاع أن يقضي على ذلك الكافر الجاهد المنكر. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذاك؟ يدعو الرجل، بل يدعو المسلمون اليوم دعاء طويلا عريضا ثم لا يستجاب لهم أن ينصرهم الله عز وجل على عدوهم. لماذا؟ لأن أكثر المسلمين اليوم لا يسألون الحلال ولا يبايدون من أي طريق جاءهم هذا الكسب، أم من طريق حلال أم حرام. يجب على كل مسلم أن يرجع في طلبه للرزق إلى الكسب الحلال، حتى يكون هذا الكسب شفيعا له فيما إذا دعا ربه أن يستجيب له أو منه دعوته. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نتعرف على ديننا وأن نعمل بأحكامه، ومن ذلك أن يوفقنا للسعي وراء طلب الرزق الحلال، وأن يبعدنا عن الوسائل المحرمة التي كثرت في هذه الأيام
إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.